أيها السيدات والسادة، أصدقاء SSC وشاهد VIP، مرحبا بكم معنا في هذه الأمسية الكروية السعودية الروشنية، هذه ليلة من ليالي دوري روشن السعودي. ها هو يحتفل ببطل الشتاء، يحتفل بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه، يحتفل بالأداء. سعد بقير، نتذكر ليلة من لياليه التي لا تنسى. الكرة بتصل من جديد هنا في الملز في مواجهته أمام الهلال. الكرة بتصل وتسدد، وبونو يتحرك الآن في الجانب الأيمن. مالكوم ينجح بالمرور الأول، يرسل كرة إلى مترو، التغطية حضرت من أمامه ثم إلى تاتاروسانو، ولا ملعب. الكرة توصل على طول، الكرة أوهو، تبدو أكثر دفعا من الليالي الماضية. سعود يرسل كرة، الكرة ما طالت وما زالت، ومترو مع مالكوم ينقل كرة، ياسر الشعراني تحضير بالرأس، الله سافيتش يظهر الآن، يقدم المركز الذي تريده حيث تريد أن يكون مهاجما. يظهر التحرك في هذه اللحظات من جديد، وما هو القرار؟ ركلة في المباراة رقم 16، السفاح يضعها في الشباك ويسجل على رقم تاتاروتشانو وعلى يساره. الأهلي يحل ضيفا غدا على الحزم والتعاون كذلك ثالثا. الآن الثالث، نروح للثالث، تعتلي العارضة، يتحرك الآن، يفكر، الله على كرة باتجاه السالم، ومترو يا إلهي يحضر كرة، الكرة من جديد جميلة لكنها في أحضان. صوتا وحضورا وتشجيعا بالكاب من سافيتش، خذوها جميلة، يتحرك ويسدد في الشباك الجانبي، وصلت إلى بقير، الكرة تسدد، الله في يوم الأحد. طبعا تنتظر أيضا الثلاثاء المقبل مباراة مؤجلة كانت بين اتحاد شوط أول. من جديد أصدقاء SSC وشاهد VIP، مرحبا بكم من هنا من استاد الأمير فيصل بن فهد. محاولة، عادت الكرة من جديد، هوبا، والعارضة يا ميشيل. نادي الهلال من المحليين. الآن الكرة إلى ميشيل، الكرة في الشباك، توجت أداء سالم المثالي. ميشيل قدم الأداء بعد ذلك التعاون، ولا تنسوا التعاون أنه في المركز الثالث مع الأهلي. الآن سافيتش ثنائيته تكتمل، وهدف السابع يكتمل الآن. سافيتش مباراة الأربعة 3-6 أهداف في الرياض، سجل كذلك 6 الآن. الآن الخامس، سافيتش وكأنه عنده ما يمر ويضع الكرة، وكأنه روبن نيفز. 5 دقائق على نهاية الأصلي، والسادس، الله، وي والله، وفي عز الكلام سكت الكلام، روبن نيفز هكذا أرسلها، الأجمل، الأحلى، الأروع، هكذا أرسلها في المقتل وفي المقص، وقص كان به سيات الهلال في هذا الموسم. ثالث سداسياته، السابع، السابع، السابع،
على مستوى جيسوس، كرة تصل من جديد، الكرة جيسوس لديه فريق محترم، كرة تصل من جديد على الجهة اليسرى، البريك مرة أخرى، الله منه بدأ كل شيء ومنه انتهى. الأهداف السبعة، خيال يا عالم خيال، هكذا هو الهلال وهكذا سافيتج. الارتقاء، عينك على الارتقاء، ثم النظرة من البريك، ثم الرأسية من سافيتج، هاتريك وأهداف سبعة، السبعة وصلت سبعة، يسجلها للمرة الأولى من بعد التسعة التي كانت، وبعد ثلاث سداسيات السبعة سباعية للهلال، صافرة النهاية، ليلة عظيمة للزعماء، وأداء غير عادي، ونتيجة بداها سافيتج وإليه انتهت السبعة. هكذا هي الليلة الزرقاء، هكذا ليلة الزعماء، هكذا هم رجال جيسوس في هذا المساء. الهلال لا يرحم، الهلال غول نظرة يلتهم كل شيء أمامه. النتيجة النهائية سبعة أهداف هلالية، لا شيء لأبها.